الثمانية والخمسة بسة إلى تائت الإمساك. إخواني الأفاضل، أخواتي الفضليات، منهجنا وهويتنا السياسية هوية جامعة، نحن نجمع ولا نفرق، نحن نصلح ولا نفسد، نحن نجمع الجزائريين على مختلف أطيافهم، ونجمع الجزائريين على مختلف مشاربهم، نحترم كل المكونات الجزائرية، ونعمل على ترقيتها ثقافية أو فكرية أو سياسية أو جنسية أو عرقية، لأننا نؤمن بأن هذه الأرض الطاهرة تجمع الجزائريين على مختلف ألسنتهم وألوانهم، لأننا نعتقد أن ذلك آية من آيات الله، والتي وصانا بها الشيخ المؤسس أننا دائما نسعى إلى توحيد بين أبنائنا، لأننا دائما كنا نسعى إلى تثبيت أركان الحوار، وإلى تثبيت أركان المصالحة الوطنية، وإلى تثبيت جمع الجزائريين، وإلى العمل على وحدة الجزائريين، وإلى ترقية الحريات، وإلى العمل من أجل تكريس الثوابت والقيم التي مات من أجلها واستشهد من أجلها الشهداء. سنعمل على تكييف منظومة التشريعات والقوانين بما يتكيف مع دستور يسمح ويؤكد على تعزيز الحريات وعلى الفصل بين السلطات، ويعمل على إعادة النظر في التنظيم الإقليمي للبلاد بما يؤهل مناطقنا، وبما يؤهل ولاياتنا، وبما يجعل سكاننا يقتربون وأن تقترب منهم إدارتهم وإدارة الشأن العام. وقد أعلنا ذلك مراراً وتكراراً، وقلنا أن دورنا في إطار الإصلاح السياسي وفي إطار إصلاح منظومة القوانين يستهدف تعديلاً ويستهدف تحويراً في النظام الإقليمي، وأن هذا النظام الإقليمي يأخذ أبعاداً ثلاث: بعداً تنموياً، وبعداً تأطيرياً، وبعداً إدارياً، وأن نجعل من بعض ولاياتنا ومن بعض مدننا ومن بعض مناطقنا مناطق ذات تنظيم خاص أو أقطاب اقتصادية أو أقطاب تجارية تؤهلها القوانين الخاصة بالأقطاب الاقتصادية والتجارية إلى المزيد من التحفيزات وإلى المزيد من الشروط التي تساعد على تشجيع الاستثمار وتساعد على إدارة الملفات المرتبطة بالثروة والمرتبطة بالبطالة والمرتبطة باحتياجات مواطنينا.